الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إخوتي الكرام، مع سنن أبي داود كتاب الصلاة، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، إمام في 13 باب كما قال الإمام الشافعي. قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو نعم السعد، قال: أخبرني فليح. فليح هنا وفليح بن سليمان بن أبي المغيرة أبو يحيى المدني. قال ابن معين أبو حاتم النسائي: ليس بالقوي. وقال الدرقطني: يختلفون فيه ولا بأس به. قال ابو داود: لا يحتج بفليح. هو أحق أن فليح ضعيف، وإن كان نافح عنه كثير من طلبة العلم في هذا الباب. قال: حدثني عباس بن سهل، قال: اجتمع أبو حميد وأبو سعيد وسهل بن سعد محمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو حميد السعيد: يعني أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر فليح بعد هذا، أي الحديث المتقدم. قال فليح: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يديه على ركبتيه كأنه القابض عليه، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، جعلهما كالوتر، شبه اليد الراكع لما يمدها قابضا على الركبتين كأنه القوس إذا أوترت، فتجافى، يعني جاف بين جنبيه أيضا ليتحكم في القبض ويكون الركوع مستقيما والرأس لا تنزل ولا ترتفع. قال: عن جنبيه، ثم سجد فأمكن، أي أقر ووضع أنفه وجبهته على الأرض. وهذا على الخلاف المشهور بين العلماء، هل يكفي؟ الأنف تكفي أو الجبهة تكفي؟ تكفي. والصحيح على ما قال العلماء أنه لا بد من الجبهة والأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجد، قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وقال الجبهة وأشار بيده إلى الأنف، فهما وجب السجود عليهم خلاف الأحناف. حنف يرون وإذا سجد على الأنف أو على الجبهة أجزأه ذلك. ونحى يديه من جنبيه في حال السجود لأنه يفرج بينهما أيضا، كما قال في الرواية الأخرى: لو أرادت بهمة أن تمر مرت. وقال: حتى نرى بياض إبطيه. وضع يعني كفيه حذو من كبيه، ثم رفع رأسه. عليكم السلام وكاته. أسعد الله صباحكم ويسر لكم وفتح عليكم وأكرمكم. أي من السجود حتى رجع كل عظم في موضعه، أي جلس بعدما رفع رأسه من السجدة الأولى، حتى رجع كل عظم في موضعه، ثم سجد السجدة الثانية حتى فرغ من السجدتين. ثم جلس للتشهد، يعني فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، وهذا تقدير الكلام، كأنه قال: وقد فعل في الركعة الثانية مثل ما ركع في الركعة الأولى. ثم جلس للتشهد فافترش رجله اليسرى وقعد عليها، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه يعني المسبحة. كما قلنا، الافتراش يكون في التشهد الأوسط، والتورك على الراجح الصحيح من أقوال أهل العلم خلاف الحنفية والمالكية، والتورك يكون في الركعة الأخيرة الرابعة يعني.
وقد ورد في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جالس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه إلى تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. كان الوضع هنا أن تكون مفرودة ممدودة إلى القبلة. وأما القبض كما قلنا القبض له أحوال، يأخذ الخنصر والبنصار ثم الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة إلى القبلة. وقال بعض يعني مشايخ الأحناف يقولون لا يشير، وهذا خلاف ما ورد تصريحا بأن الإنسان كان يشير بإصبعه إلى القبلة توحيدا. وقد قال بعضهم والإشارة عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا اتباع لأنه رواه مسلم في ذلك. وذلك قال كان يشير بإصبعه إذا دعا وتشهد، فكان المقصود بالتشهد نطق الشهادتين، لكن الحق أنه من أول التشهد وهو يرفع لأنها دعاء أصلا. ويسن له أن ينظر إلى ما أشار إليه، ويكره التحريك. ومن قال بسنية التحريك قال بحديث يشير يحركها، وقد حسنه فضيلة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأيضا حسنه كثير من العلماء، ولكن الصحيح أنها شاذة، رواية شاذة. 9 من أصحابي زائدة يقولون يشير، وما قال يشير يحركها. قد ورد في بعض الروايات التي يتمسك بها من قال بالتحريك تحريك الأصابع مظهرة للشيطان يذعره، نعم، وكالمطارق عليه. ولكن الصحيح في هذا الباب أن الحديث ضعيف، وكل ما جاء على غرار هذا الأمر فهو ضعيف. قال أبو داود رأى هذا الحديث عتبة بن أبي حكيم، وعتبة في حديثه ضعف، ولكن لا ينزل عن درجة الحسن. قال عن عبد الله بن عيسى، وهو عيسى بن عبد الله، هذا على الصحيح، فعن العباس بن سهل لم يذكر أي عتبة بن أبي حكيم في حديثه التورك. والتورك هذا لا يكون إلا في الجلسة الأخيرة، الجلسة التي يليها السلام كما ورد في الحديث الآخر. وقد وقع الاختلاف في الروايات في ذكر التورك، فأما عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو بن حلحلة فذكر التورك، لذلك علل بعض العلماء هذا الحديث بالاضطراب في حديثهما في الجلسة الأخيرة فقط. أما الحسن بن الحر فذكر التورك في القعدة بين السجدتين، وهذا وهم بالغ، ولم نذكره في غيرها من الجلسة الأولى الأخرى والأولى ولا في الجلسة الاستراحة. وأما فليح وعتبة بن أبي حكيم فلم نذكر التورك لا في الجلسة الأولى ولا في الثانية ولا بين السجدتين ولا في الجلسة الاستراحة، كما قلت أوجبوا اضطرابا في هذا. والحديث في نهايته الحق أنه صحيح. وذكر الحسن بن حر الجلسة التشهد الثاني من غير ذكر التورك نحو جلسة التشهد الثاني كما المذكورة في حديث فليح وعتبة. حاصل هذا الكلام أن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء ذكر التورك في الجلسة الثانية، كما ذكره محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري، لكن الحسن بن حر وفليح وعتبة كلهم لم يذكروا هذه الجلسة الثانية بالتورك كما ذكره. فإن الحسن بن الحر ذكر في حديثه ثم ركع الركعتين الأخرين ولم يذكر التورك في التشهد، فإنه يدل على أن فيه ذكر التشهد والجلسة وليس فيه ذكر التورك.
وفيما رواه الطحاوي في حديث الحسن بن حر عن عيسى قال: وحديث عيسى أن مما حدثه أيضا في الجلوس في التشهد أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ثم يشير بالدعاء بإصبع واحدة وهي السبابة. وكذلك في حديث فليح فإنه قال في حديثه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. وكذلك في حديث عتبة أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: وفي إذا قعد للتشهد أرجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدره وتشهد. ولكن الحديث الحسن بن حر يخالف حديث عبد الحميد وفليح وعتبة في أنه ذكر التورك في جلسة بين السجدتين ولم يذكره أحد منهم. الحق أن نقول في النهاية الحديث يلملم لنا شتات المسألة المهمة وهي مسألة السجود. أولا الركوع بإمكان الركوع بالقبض باليدين على الركبتين ويجافي بين المرفقين، وعند السجود يقر بالجبهة والأنف وأيضا يجافي بين يديه ويجلس للتشهد الافتراش على الرجح الصحيح الافتراش بأن يقعد على اليسرى وينصب اليمنى. هذا بالنسبة للتشهد الأوسط. أما التشهد الأخير الذي يليه السلام السجود الأخير الذي يليه السلام فيجلس متوركا، والتورك هو أن يجعل اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى ويقعد على المقعدة لأنها أمكن له في التطويل، لأن فيها الدعاء وفيها الذكر والتشهد، فإذا أطال بذلك في الدعاء يكون أمكن له في الجلوس. وهذا كما قلنا خلاف الحنفية والمالكية، ولأن الحنفية يقولون بالافتراش في كل الصلاة، والمالكية يقولون بالتورك في كل الصلاة، والتفصيل هو الصحيح. ثم انتقل المصنف إلى حديث آخر، حديث قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد من سقاط الأدوات قال: حدثنا ابن الهيعة فيه كلام، طبعا تعلمون ابن الهيعة فيه تدليس وفي ضعف، وإن كان البعض يقوى حديث العبادلة الأربعة عنه. عن يزيد عن ابن أبي حبيب ومن ثقات الأثبات محمد بن عمرو بن حلحلة من ثقات على محمد بن عمرو العامري قال: كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكروا صلاته، فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث، وقال: فإذا ركع فأمكن كفيه وركبتيه وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدم اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كان في الرابع أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. أمكن كما قال في الحديث السابق قبض بكفيه على ركبتيه ثم هصر ظهره، معناه ثنى ظهره وخفضه، أصل الهصر أن تأخذ بطرف شيء تجذبه، نعم كغصن الشجرة. قال: ولا صفحة بخده، غير ممرز صفحة خده مائلا، بل هو إلى الأرض يكون قابضا على ركبتيه مفرجة بين يديه، وظهره مستوى ورأسه غير مقنع. هذه الهيئة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج خدميه من ناحية أخرى،
أي أوصلها للأرض وأفضى بيدي الأرض أي مسها ببطن راحتي. وهذه هي التورك، هذه هي التورك، لأنه قال أخرج قدميه من ناحية واحدة أي من ناحية اليمنى. فهذه أيضا جلسة التورك، بأن يخرج اليمنى من يخرج اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى وأصابعه مستقبلة القبلة ويقعد على المقعدة. وفي الحديث ابن لهيعة، وقلت أنا أدين الله ليس لحديث ابن لهيعة قوة، لا قبل احتراق الكتب ولا بعد احتراق الكتب، هو ضعيف أصلا. وتقوية أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري له تقوية فيها نظر، والإشكال أنهم قالوا الأعباد الأربعة يرون عنه قبل احتراق الكتب فيقوون جانبه، والصحيح أنه ليس بقوي، وهو مدلس أيضا، ابن لهيعة مدلس أيضا. فلو كان في الحديث علة فهذه هي علة الحديث. ثم ذكر الحديث آخر عن محمد بن عمرو بن حلحلة أيضا، عن محمد بن عمرو عن عطاء نحوه قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وهذا أيضا فيه دلالة على استقبال أطراف الأصابع، أصابع اليد وأصابع الرجل القبلة، وهذا رواه البخاري. وهذه هيئة من الهيئات التي يكون عليها المصلي. وروى أيضا بسنده عن عياش ابن سهل السعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه سهل بن سعد السعدي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد السعدي وأبو أسيد. بهذا الخبر يزيد أو ينقص؟ قال: فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه ثم قال: الله أكبر، فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم ساق الحديث. قال: ثم جلس بعد ركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة، ثم ركع الركعتين الأخرين ولم يذكر التورك في التشهد. هنا إسنادا محمد عمرو بن عطاء قد سمع الحديث من أبي حميد السعدي، وروات عبد الحميد المتقدمة صريحة في ذلك، فيدخل بينه وبين شيخ أبي حميد عباسا كما في هذه الرواية، إما لزيادة في الحديث أو ليثبت فيها، فتقول رواية عيسى هذه عنه من المزيد في المتصل الأسنين، يعني له شيخان نزل أولا ثم علا بعد ذلك وأتى من شيخين مباشرة. أبي الخفر متعلق ومحذوف كما قال حافظ بن حجر، أي روى عيسى بن عبد الله بهذا الحديث المتقدم يزيد أو ينقص؟ وقال عيسى بن عبد الله في الحديث: فانتصب على كفي وعلى كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد، يعني هنا مكن الجبهة والأنف واليدين، وكان السجود بين اليدين، الرأس بين اليدين، والأصابع ممدودة مفترشة ممدودة مضمومة إلى الكعبة متجهة إلى الكعبة، وأصابع الرجلين أيضا من الكلف متجهة إلى الكعبة. وفي رواية ابن إسحاق فعلوا لي على جبينه وراحته، وركبتي وصدور قدمي حتى رأيت بياض ابطي ما تحت المنكبي، على يعني أشوف جافة وحتى ظهر بياض ابطي، وكما قلت في الرواية الأخرى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت. فتورك يعني جعل اعتمد على وركه اليسرى
وجلس عليها ونصب قدمه اليمنى هي اليمنى في الجلوس وأخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى ثم كبر فقام على سجود قدميه ولم يتورك أي لم يجلس متورك لم يتورك تورك بين السجدتين. طبعا ذكر التورك في السجدتين فيه نظر لأن التورك لم يكن إلا في الجلسة التي في آخرها السلام. ولم يذكر محمد بن عمرو بن عطاء التورك في التشهد الثاني وكذا لم يذكر التشهد الأول. فقال الحافظ هذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوس ويقوي رواية عبد الحميد ورواية فليح عند ابن حبان بلفظ كان إذا جلس بين السجدتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. وفي رواية ابن إسحاق خلاف الروايتين فاعتدل على عقبيه وصدور قدمه فإن لم يحمل على التعدد فإلا فهذا اضطراب، لكن رواية عبد الحميد أرجح وهذا الرجح صحيح. رواية عبد الحميد أرجح وفيها كما قلنا تصوير ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند السجود وبين السجدتين وأيضا عند القيام وأيضا عند القيام. طيب الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث بأسرها الاضطراب في الأحاديث يستلزم التساوي في القوة، فكلما كانت القوة متفاوتة فلا اضطراب. وجوب التمكين من الجبهة والأنف في السجود فضل الإشارة بالسبابة عند الدعاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.